على ان النادي الاهلي هيكسب بعدد وافر من الاهداف. صراحة احنا كنا ممكن بناخد الكلام ونقول نكسب، بس نكسب واحد اتنين، احنا عايزين هدف واحد بس. ولكن صراحه الراجل امبارح كل بعد كل ماتش بعد كل هدف كان بيكلمني يقول لي مش قلت لك استاذ ابو المعاطي مساء الخير عليك. الله عليك يا رؤى، جميل والف مبروك. تحياتي جماهير النادي الاهلي العظيمه، الله يخليك. مبروك. وايه سر الثقه اللي انت كنت فيها وانت بتقول لي يوم كنا قاعدين؟ انا عندي ربك يا رؤى، انا عندي ربك والله. الحمد لله الحمد لله. بالك عبد الحميد حسن ميدو، ها قبل ماتش المصري والزمالك وسموحه والاهلي، كان في برضه عند سموحه والاهلي كان بيقول لي ايه هيعملوا ايه؟ قلت له عد بعد اثنين يا محمد. قال لي قلت له عد بعد الاثنين. لا لا يكسب كتير برضه، عد بعد الاثنين. بص هي بتبقى من عند الله، مش هقول لك طبعا مبنيه، يعني هي من عند الله درجه الاولى. فاهمني؟ لان ده بقى احساس جوه الواحد. ثم بقى لو في امور فنيه وحاجات بالشكل ده. وانا قلت لك يومها ان الترجي افضل من النجم الساحلي. الترجي افضل من النجم الساحلي، ولو الاهلي لعب بنفس الاداء اللي ادى بيه قدام الترجي هناك هيكسب وهيكسب كتير. ولو كابتن حسام البدري في تركيزه ان شاء الله هيكسب وهيكسب كتير. المفاجاه بقى يعني باذن الله باذن الله باذن الله باذن الله الاهلي بطل افريقيا وفي المونديال. انت قلت لي كده امبارح الصراحه، انا قلت لك يا رب. من قبل من قبل الماتش انا كاتبها على صفحتي. باذن الله الاهلي بطل ان شاء الله يا رب. باذن الله ربنا يوفقه، باذن الله يفرح مصر كلها. الاهلي بيخلي بالك النهارده هو مصدر السعاده للمصريين كلهم. طبعا. مصدر البهجه. بيتخطى المشوار الافريقي من مباراه الى اخرى، حاله شباب، لعيبه رجاله، لعيبه عندها التزام، لعيبه عندها انضباط داخل الملعب وخارجه، جهاز فني على اعلى مستوى بيعمل باخلاص بامانه بمسؤوليه. خليني بس احيي جمهور النادي الاهلي امبارح على اللي عمله مع عماد متعب. اللي عمله مع عماد متعب بعد المباراه يفوق الوصف والخيال. دي ثاني مره جمهور الاهلي يتعامل مع متعب بهذا الشكل. ده يدل على وفاء عظيم، وفاء عظيم جدا 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 من جماهير النادي الاهلي تجاه اللي فرحها اللي اسعدها اللي بسطها وهكذا يعني. وبرده في نفس الوقت عجبني موقف النادي الاهلي من موضوع اداره النادي الاهلي، من موضوع الاستاذ اللي طلع قال لك رشوه وما رشوه. عايز اتكلم، انا كنت عايز اتكلم فيها اصلا يعني. انا يعني والله استاذ ابو المعاطي، والله الانديه كمان لما احنا كمان يعني لو احنا ما بقاش بيبقى لينا نصيب في النادي الاهلي ونكمل فيه، لما بنروح الانديه احنا بنقدم القيم اللي احنا اتعلمناها جوه النادي للانديه الثانيه. انا مش متخيل ان ممكن حد يخطر في باله ان ممكن لاعب للنادي الاهلي يخاطر كمان، يخاطر بمستقبله ويخاطر بناديه والجمهور الكبير اللي جاي ده عشان يعني شويه حاجات. يعني انا مش عايز اتكلم، لكن فعلا حاجه انا مستغرب لما يكون في حد بالعقليه دي بيتكلم ويقول الكلام ده. بالعقلية دي الكلام ده كلام غير مسؤول، كلام غير منضبط، وكلام لا يعبر الا عن صاحبه ولا يسيء الا الى صاحبه. وكان جاي في توقيت مهم وحساس جدا جدا جدا. غريب صحيح. ما حدش شك ولو للحظه. وعاوز اقول ان جمهور النادي الاهلي فاهم ده وواعي ده، والمؤامرات لم تعرف طريقها الى النادي الاهلي على مدار تاريخه. على مدار تاريخه المؤامرات وعمر الانتخابات ما كان لها اي تاثير على اداء الفريق الاول، وعمر رجال النادي الاهلي المرشحين في كل القوائم على مدار تاريخهم ما كان بيجي دايما في ذهنهم فكره المؤامره على الفريق على فريق كوره او كلام بالشكل ده. فده مش موجود في النادي الاهلي على مدار تاريخه. وده عجبني النهارده، كان معانا ياسر ايوب في مداخله في الشباب الرياضه، قال ان النادي الاهلي سوف يتجاهل الامر، والتجاهل هو اكبر عقاب لمروج مثل هذه الشائعات. والجزئيه الثانيه العقاب الادبي، ان هو كده نهى على مستقبله في العمل العام بصفه عامه، سواء في الانديه، سواء في الاتحادات، سواء في البرلمان، لان ده امر خطير جدا 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 انك انت تروج كلام غير مسؤول وغير واقعي وخيالي ولا يمكن حدوثه، ولا يمكن يعني الروايه حتى مش ده محبوك. سيناريو يعني بص يعني غير محبوك بالمره، وحي الخيال بشكل يعني حتى مش عارف مواطن الامور جوه الفريق والدنيا بتبقى ماشيه ازاي في المعسكر. ومش والفندق يعني قال لك في احد الفنادق هو فندق واحد اصلا موجود في برج العرب وفي ساعه متاخره من الليل، وكان الناس دي مثلا كانوا لابسين طاقيه لخفه. احكي يا شهرزاد. فالفكره ان يعني ربنا برضه لطف ان هو الامر كان يلوك سمعه ناس، والناس دي سواء لعيبه او مسؤولين سابقين في الاهلي او مسؤولين حاليين، انت
يمس الكل. يعني معنى كده ان اداره الفرقه مش مسيطره، مش عارفه اللعيبه فين. يعني انا قصدي اقول معناها في فوضى في الفرقه، وده يعني ربنا سبحانه وتعالى اللي لطف بيه وكرم بيه. وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله باذن الله الفرقه تفرح مصر كلها في المونديال، عشان يبقى في حدث تاريخي، وهو لاول مره تاهل المنتخب والاهلي للمونديال. يا رب ده يبقى سنه جميله المصريه ان شاء الله، تبقى سنه جميله طبعا. وتعوضنا عن اللي يعني احنا طبعا الايام اللي فاتت كنا عايشين يعني حاله حزن بسبب طبعا شهدائنا، ولكن طبعا احنا بنحاول على قد ما نقدر فرحتنا تبقى ممسوكه شويه. ولكن طبعا النادي الاهلي زي ما بتقول حضرتك استاذ ابو المعاطي هو بيفرح مصر بامانه، بيغير المود بفضل الله وبيسعد المصريين، وباذن الله من انتصار ان شاء الله والفضل لله والجماهير والمجموعه اللعيبه الرجاله ان شاء الله والاداري ان شاء الله وتوفير كل شيء ليهم من قبل الإدارة. فيا رب بإذن الله نفرح بالمونديال إن شاء الله يا أستاذ معاذ. وإحنا مع بعض بقى مع بعض على التليفون برضو يوم ماتش الوداد إن شاء الله يوم الأحد ده أول بأول إن شاء الله. أصل أنت أنا عايز أقول لك بس قبل ما أقفل معاك، أصل أنت كنت التاني الجول الأول تقول لي لسه، التاني لسه، تقول لي التالت لسه، يعني كل جول يا أستاذ معاذ الصراحة كان بيكلمني يقول لي لسه، فدي طبعا حاجة أتوقعها. أشكرك يا أستاذ معاذ يعني. يا رب حبيبي يا رب امين. كل الاهلاويه وكل محبين النادي الاهلي والمصري كلها، انا بقول لك امبارح كان اشكرك طبعا يا استاذ المعاطي، امبارح كان كل الاهلاويه او كل محبين النادي الاهلي والمصري